السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضر مع بعض كيفية تحضير طاجين تاع الشوفلور بالطريقة التقليدية الجزائرية. هنا كما راكم تلاحظوا عندي هنايا طرف تاع الدجاج. بالنسبة للتوابل عندي هنا شوية تاع راس حانوت الأخضر ماشي الأحمر، عندي فلفل كحل، وعندي شوية زنجبيل والملح. بالنسبه للثوم هنا عندي حبه كامله، هنا عندي حبه بصل مقطعه رقيقه، هنا عندي زوج بيضات اذا كانوا كبار زوج، ولا كانوا صغار ديروا ثلاثه، وعندي هنايا كمشه تاع الحميصه. بالنسبه للشيفلور عندي راس تاع الشيفلور هنايا راني غليته نقيته وغليته. هنا عندي حوالي اربع حبات تاع البطاطا، هنايا كما راكم تلاحظوا راني قليتها. اذا راح نبدا على بركه الله. بسم الله، انا هنا راح نطيب في الطاجين تاع الفخر. اول شيء ندير الزيت، نمشي هنا في الطرف باش ما يتحرق لناش من الطرف هكذايا، ونحط مباشره البصل نقليه حتى نحس انه البصل تاعنا ذبال كليا. لما يذبل البصل هنا راح نضيف نص الكميه تاع الثوم، نحط الدجاج تاعي ومن بعد نقليه مليح مع البصل. يعني صراحة مع البرد هذا اللي رانا الموجة تاع البرد اللي راهي في البلاد، هذا هو الشيء ليق. نقلها غير البلاد تراديسيونال والطواجن. إذا هنا يعني نحط الملح مع التوابل، نقلي شوية على نار قليلة باش ما يتحرق لناش التوابل هذوك مع البصل. بعد ما قليته شوية راح نضيف له نص كاس، يعني نص كاس تاع الماء، ونغلق عليه ونخليه يتحمص مليح هكذا باش ما يتحرقش كيما قلت لكم التوابل مع البصل، ونرجع فيما بعد. اذا هنا بعد ما تجمر شوية راح نضيف الحميصة. هذا الحميصة كنت طيبتها من قبل، يعني اللي حبيت طيبها بالخف. هذا الطاجين ديرو في لاكوكوت مينوت، يعني مش راح يطولها، والحميصه راح طيب بالخف. اذا هنا مباشره بعد ما قليت الدجاج مليح هنا راح نمرق ب زوج كيسان حتى ثلاث كيسان ماء، يعني نديروه يعوم برك الدجاج هذاك باش يطيب، ونطفيو عليه. راح نغلق عليه ونخليه يطيب ونروح لمرحله ثانيه. اذا ننجو لهنا المرحله الثانيه. كما راكم تلاحظوا التوابل يختلفوا هنايا عن التوابل تاع الطاجين. هنا راح نحتاج الى ملح، نحتاج فلفل كحل، شويه كمون وكركم باش يمد لنا اللون جميل للشوفلور. اول شيء نحط البيض في مع هاد التوابل، ونضيف القليل من الثوم هذاك اللي بقى لنا النص تاعو درناه في الاول. نخلط المكونات جيدا. هنا نضيف عصرة ليمون هكا ونخلط مليح. مباشرة راح نجيب الشيفلوغ تاعي نغطسو في هاد التتبيلة، نحطو مباشرة في زيت ساخن. كيما راكم تلاحظو الشيفلوغ تاعي هنا نحمرو ونقليه مليح على زيت تكون متوسطة، ما راح عفوا تكون متوسطة، يعني ما لازمش تكون نار قليلة، ما لازمش تكون نار قوية باش يطيب الماء ويتخلى ويتحمر مليح. إذا هنا كيما راكم تلاحظو بعد ما طاب الدجاج نحيتو، الدجاج راني نقلي فيه برك باش نحمرو. الآن راح نضيف البطاطا ونوزعها كامل في الطاجين تاعي هكذا. من بعد نجيب الشوفلور اللي كنت قليته ونديرو كذلك في الطاجين باش يتحمر يشرب شوية هذيك لاصوص، نطفيو عليه يعني ما نخلوش يطول. الآن نبدأ نضيف الشوفلور، نحطو كامل نوزعو في الطرف تاع الطاجين. الان لما حطيت الشوفله الان نجيب الليمون، نعمل له عصره ليمون كامل هكذا من فوق، ومن بعد نغلق الطاجين تاعي ونخليه يشرب بالعقل حتى نحس انه المرقه هذه تاع الطاجين تاعي شربت.
نتلاقاو إن شاء الله على طبق التقديم. دان كيما راكو تلاحظوا، بعد ما طاب الشيفلوغ مع البطاطا درتهم في لاصوص، وهذاك الدجاج نحيته بيان سور باش نحمرو. من بعد درت كلش، يعني درت كلش، دخلت طاجين، غلقت الطاجين تاعي وخليت يعني يشرب لاصوص اللي حبيته، يعني يقعد فيه المرقه، يعني ما تخلوش حتى يشرب مليح، جوست يعني كي تحطوا هذيك البطاطا والشيفلوغ يعني طفيو عليه، زيدوا 5 دقائق وطفيو عليه. انا يعني خليته حتى شرب المرقه. اذا الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو وتشاركوا به الاصدقاء تاعكم، ديروا جيم لا فيديو. راح نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.